طيب اندريا ستراتالوني هو ضيفنا حاليا في السادسه، مدير فني سابق طبعا لنادي انتر ميلان واودينيزي السابق، هيكون معانا من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا بشكره على مشاركته معانا، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. في البدايه اود ان اشكركم على تواجدي معكم هنا وان اكون ضيفا لكم اليوم. يعني خليني بداية أتكلم معاك على الديربي، ديربي ميلان والفوز العريض بخماسية اللي حققه إنتر امبارح. في كتير بيراها إنها مفاجأة، لكن يهمني أسمع وجهة نظرك في تألق الإنتر والعرض القوي اللي قدمه أمام الميلان. بالطبع المباراة كانت بين أفضل ناديين في إيطاليا على مر التاريخ، فأعتقد أن المباراة تكون مفاجأة لأن إنتر ميلان كان المرشح الأفضل للفوز، ولكن لم يتوقع أحد هذا الفوز الكبير. 5-1 كانت نتيجة عظيمة لإنتر ميلان ونجاح عظيم لجماهير إنتر ميلان، ولسوء الحظ أن إي سي ميلان لم يستطع أن يتحمل وتكبد هزيمة كبيرة. هذه ب5 أهداف نتيجة كبيرة في الديربي لإي سي ميلان. في السنوات الأخيرة يمكن وبعد يمكن أكثر من 9 أو 10 مواسم سيطر اليوفي على لقب الكالتشيو، شفنا أندية كثيرة استطاعت أنها تصل لمنصة التتويج، شفنا الميلان، شفنا الإنتر، شفنا نابولي في النسخة الأخيرة. إزاي بتشوف شكل المنافسة؟ وهل وصول الإنتر لنهائي دوري الأبطال في النسخة الأخيرة في مواجهة السيتي يضع على منصة أو على في مقدمة المرشحين لتحقيق لقب الدوري السنة دي؟ نعم، في البداية أنا لا أستطيع أن أقول أن يوفنتوس استطاع الاستمرار في السيطرة على إيطاليا. الآن نجد أن إي سي ميلان في المشهد، نجد البطولة تنافسية أكثر ونجد البطولة أكثر تشويقا للجماهير. إذا رأينا نفس الفريق يفوز كل عام سيكون الأمر مملا للجماهير، ولكن الآن لدينا 4 أو 5 أندية تنافس، فهذا الأمر مختلف. بالطبع إنتر ميلان الآن بعد قرعة دوري أبطال أوروبا نراهم في منافسة فريق كمانشستر سيتي، فريق من أفضل إن لم يكن أفضل فرق العالم. فإنتر ميلان الآن لا يستحق الخسارة أبدا. أعتقد أن هذه هي نهضة إنتر ميلان عالميا، لأنهم فقدوا لاعبين مهمين لوكاكو جيكو، ولكن الآن هم أكثر تماسكا وأكثر تنافسية من ذي قبل، لأنهم استقدموا أيضا لاعبين جيدين، لديهم ترام، لديهم بافارد. أعتقد أنهم الآن فريق قوي جدا. أعتقد أن الفريق الآن يتعامل بشكل أفضل وينافس بشكل أعمق في البطولات، سواء كان الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. إيه هي أسباب أو أهم أسباب خسارة الميلان من وجهة نظرك؟ أعتقد أن إي سي ميلان حاول أن يواجه إنتر ميلان بنفس القوة، مباراة مفتوحة. هم أعطوا الفرصة لفريق قوي وسريع كإنتر ميلان أن يهاجمهم. تركوا مساحات كبيرة في الخلف. أعتقد أن إنتر ميلان تورام أحرز هدفا رائعا، لم أتصور أنه سيحدث كثيرا، ولكن أكثر اللحظات التي رأيت فيها إي سي ميلان في لحظة ضعف حينما كانت النتيجة 2-1. أعتقد أن إي سي ميلان لم يركز أكثر على توازن المباراة وإنما ركز على الهجوم، فقد تكبد أهداف أكثر.
انتر ميلان يستطيع حرفيا ان يقتلك اذا تركت له مساحات وبادلته بالهجمات. اعتقد ان المزيد من اللاعبين من انتر ميلان الذين شهدتهم القائمه قادرون على احراز الاهداف الثالث والرابع والخامس واكثر من فرصه قد اضعوها بالفعل. اعتقد ان جماهير اي سي ميلان بالطبع هم حزينين جدا، ولكن انتر ميلان فريق كبير وكان نصر عظيم لانتر ميلان ولجماهيره. طيب من ديربي الغضب هروح معاك لروما، وبالمناسبه روما طبعا من الفرق الكبيره والعريقه ويمكن من موسمين فاز بلقب الكونفرنس ليج، لكن خليني اسالك في بدايه كل موسم يمكن كتير من الاراء بتصف الميركاتو بتاع روما بان هو الاقوى على مستوى الانديه الايطاليه، صفقات لاعبين على مستوى عالي، ورغم كده بدايه صعبه جدا ومتعثره لروما في الموسم الحالي، 3 مباريات رصيده منهم نقطه واحده. بتشوف يعني قصه روما او تعثر روما ازاي؟ اعتقد ان بدايه روما كانت صعبه، افتقدوا العديد من اللاعبين في اول مباريات بدون داولو ديبالا ولا بيليغريني، ولوكاكو وصل متاخرا، واعتقد انها كانت بدايه سهله. اليوم نعتقد ان ستكون مباراه مهمه على ارض ايس روما. استطيع ان اقول ان مورينيو لاول مره سيبدا بالتشكيل الافضل له، واعتقد ان نجمي الجماهير المفضلين سيبدان اليوم لوكاكو وديبالا. اعتقد ان فرصه جيده للفوز ونيل ال3 نقاط، فاعتقد انها ستكون البدايه من اليوم. طيب هروح معاك للمستوى الاوروبي، ويمكن الموسم اللي فات حتى وان لم يصل نادي ايطالي لمنصه تتويج، ولكن يكفي الكره الايطاليه شرف تواجد 3 فرق ايطاليه في نهائي المسابقات الاوروبيه الـ3. بدايه هل تعتقد ان الموسم ده من الممكن ان الانجاز ده يتكرر، وهل من الممكن او بترى انه في فريق ايطالي يستطيع انه يصنع الفارق ويصل لمنصه التتويج في اي من البطولات الاوروبيه الـ3؟ حسنا، الموسم الماضي كان مهما للكرة الإيطالية، حققوا نتائج رائعة، وصلوا للنهائي في 3 بطولات أوروبية، دوري المؤتمرات، يوروبا ليج، دوري الأبطال، كانت نتيجة جيدة، ولكن لسوء الحظ كرة القدم تظل كرة القدم، ربما تكون الأفضل ولكن لا تكون محظوظا. روما فقد ركلة جزاء، خسرنا 3 نهائيات. أود أن أرى بالطبع الفوز في النهائي، فإيطاليا الآن ليست أغنى دولة وليست أغنى منافسة في العالم. إيطاليا الآن لا تستطيع أن تنافس الدوري الألماني ولا الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني. نحن ننافس بهذه الفرق حتى النهائي، فأنا متأكد أن إنتر ميلان وإي سي ميلان ونابولي يستطيعون أن يذهبوا إلى أبعد نقاط، بجانب لاتسيو أيضا هذا الأسبوع، وأيضا روما لديه الفرصة، وأتلانتا أيضا لديهم فرص، فيورنتينا وليس أتلانتا، لديهم الفرصة ليكرروا ما حدث الموسم الماضي. أنا متأكد من حدوث هذا. طيب لو قلبت معاك الصفحة ورحت لصفحة المنتخب، بداية إزاي بتشوف فترة مانشيني وتولي إدارة المنتخب الإيطالي؟ هل بتشوفها مرحلة يعني ممكن نصفها بالمرحلة الناجحة، ولا كانت متوسطة، ولا رحيله كان منطقي بالنسبة لك، ورأيك في انتقاله لتولي مسؤولية المنتخب السعودي؟
يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. مانشيني قاد المنتخب الإيطالي في فترة صعبة جدا بعد عدم تأهل لكأس عالم. فمانشيني كان عليه أن يفتح مرحلة جديدة مع المنتخب الإيطالي، وليس فقط مرحلة تاريخية، وإنما أن يبدأ بأسلوب وطريقة لعب مختلفة عما كان من ذي قبل. لديه كيازا، جورجينيو، لاعبين ذوي جودة عالية، ولهذا السبب أردنا أن نفوز بأمم أوروبا، ولهذا كان مهما أن نفوز على إنجلترا ونتغلب على إسبانيا. ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول لكأس العالم بقطر. كانت مباراة غير محظوظة أمام مقدونيا. أعتقد أن مانشيني هو من أفضل المدربين في التاريخ، هو صديق مقرب لي، هو واسباليتي أيضا. واسباليتي من أفضل المدربين في إيطاليا، وأستطيع أن أقول أنه الأفضل ليقود الكتيبة الإيطالية الآن. يلعب كرة قدم جميلة، ويجب علينا أن ندعمه في الفترة القادمة ليذهب إلى أمم أوروبا. ولكن بالطبع مانشيني نحن فخورون به أن يكون لدينا مدرب إيطالي في السعودية يقود المنتخب السعودي في منافسة قوية باستثمار كبير كما نراه الآن. بالطبع نحن فخورون به، سواء كونتي أو مانشيني أو إنزاجي، نحن فخورون بكل مدربينا. إنها مدرسة إيطالية، فبالتالي أتمنى الحظ السعيد لروبرتو مانشيني. المنافسة لن تكون سهلة، لأني أعرف الشرق الأوسط جيدا، وأستطيع أن أقول أن الأمر صعب على مانشيني. طيب هسألك ده سؤال عن الجيل الحالي من لاعبين إيطاليا. وإيطاليا طول عمرها مش بس كانت بتملك واحد من أفضل الدوريات، لكن كمان كان اللاعب الإيطالي بتخطى الحدود. شفنا لاعبين إيطاليين كتير بيلعبوا في أهم وأكبر الأندية على مستوى أوروبا. لكن النهاردة لما ببص للدوري الإيطالي، وكان في طبعا في الدوري الإيطالي لعيبة كبيرة، يعني دال بيرو في اليوفي، فرانشيسكو توتي، نيستا، مالديني، كلهم لعبوا في الدوري الإيطالي وكلهم أسماء عظيمة جدا. لكن النهارده لما ببص في الدوري الايطالي بلاقي انه معظم اللاعبين المهمين او نجوم الدوري الايطالي كلهم من خارج ايطاليا. يعني فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي، كفاراتسخيليا، رافائيل لياو جناح الميلان، لوكاكو، ديبالا، لوتارو مارتينيز في الانتر، كلهم عناصر. فين يعني فين الجيل الحالي من نجوم الكره الايطاليه من وجهه نظر اندريا ستراماتشوني؟ أنت أثرت نقطة مهمة، أنت محق. إنها لحظة مهمة للكرة الإيطالية والاتحاد الإيطالي. خلال السنوات الماضية كان يوجد عمل دؤوب على الأكاديميات في إيطاليا، أن نعمل على جيل جديد للكرة الإيطالية. هذا مهم جدا، أن يكون لدينا الرأس الحربة المميز الذي اعتدنا عليه كإنزاجي وفييري، وأيضا صانع الألعاب كباجيو وديل بييرو. والآن كما ذكرت أنت أن جيل النجوم قل، ولا أقول أنه انتهى، لأننا الآن لدينا أكاديميات قوية تنتج لاعبين جيدين. أستطيع أن أقول أن الجيل القادم أقوى. باريلا، 30 لاعب الآن متوفرون في أكاديمية المنتخب الإيطالي للشباب. لدينا الآن مهاجم، لدينا الآن صانع ألعاب، لدينا الآن مراكز قوية على مستوى الشباب. العمل مستمر. نبدأ منذ مرحلة الناشئين. نحن واقعيين جدا مع لاعبين الشباب، ونعمل بكد مع الأكاديميات. أندريا ستراماتشوني المدير الفني السابق للإنتر وأودينيزي الإيطالي،
بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا في السادسه، وكل التوفيق للانديه الايطاليه في مشوارها سواء في الكالتشيو او في المشوار الاوروبي، وكل التوفيق طبعا لمنتخب ايطاليا، منتخب ليه نكهه وطعم خاص جدا.